السلام عليكم سيد المحافظ سيد عميد الكلية السادة الحضور والسلطات المحلية السلام عليكم وشكرا على التنظيم بسم الله دونك انا جو مي بريزونت سيدة البصير ناظرة النائب الاول لرئيس الجمعية الوطنية لتنمية الصبار انجينيور ديتا اون اغرونومي في لا سوب ديفيزيون تاع سيدي عيش اللي تابعة وسمي vous m'excusez je vais faire un mélange de langage parce que je sais qu'il y a des invités de Sokharas, de Tbessa et d'autres wilayas. Je vais faire un langage plus simplifié pour que tout le monde comprenne. Donc aujourd'hui, ma communication, c'est pour présenter l'Association nationale de développement de Cactus. Je garde le texte parce que c'est le premier texte qu'on a envoyé. الوزارات الداخلية نهار طلبنا باش نأسسوا الجمعية الوطنية لتنمية الصبار. هذه الجمعية احنا مجموعة بيان سور عندنا فلاحين دي غرون بروديكتور عندنا الإطارات الدولة إطارات سامية في الدولة وعندنا ثاني لي شيرشور يونيفرسيتير اللي نذكر بفخر كبير السيدة عجرود نوال من الجمعية من جامعة بجاية وسيد ابراهيم الوسيني من جامعه تيرت اللي هما دي مومبر في الجمعيه نتاعنا دونك نوتر اوبجيكتيف صدر الغايه المرجوه هي صدر فير اون فيليير اغريكول بالهندي بوركوا الهندي اليوم جو في با بارلي لي بيان في تاع الهندي ولا الاخر مي سي لاسبي بلوتو ايكونوميك كي مانتيغاس باسكو لاسبي ايكونوميك بور كريي اون فيليير يعني شعبة فلاحية متكاملة وبعد مع السادة اللي راحين يقدموا لكم دي كوميونيكاسيون راحين يوروا لكم صدر لو بوركوا كنا شوازي الهندي بون احنا ثاني راحين نديروا برنامج وطني اللي راحين نسطروا فيه كامل الخطوات اللي تمشي عليها الجمعية بلوتو لا فيليير عندنا هي ستون اسوسياسيون ناسيونال سيونتيفيك ايكونوميك عندها الابعاد البعد الانساني الاجتماعي باسكو الحاجه الاولى اللي الناس كل تسعى عليها هو الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي ومن بعد الجانب البيئي وعندنا محاور الجمعيه هي المحور التكوين والارشاد محور تطوير زراعه الصبار محور تثمين الصبار محور تشجيع البحث العلمي هذه كامل المراحل تشكل في الاهداف الاهداف راح نقراها لكم ديريكتومون عندنا التنسيق مع الهيئات المختصه في وضع برنامج وطني للغراسه وادخال هذه الشعبه في مكافحه التصحر لهذا درنا ديجا احنا كجمعيه درنا اون كونفونسيون مع الاتش سي دي اس على ذكر المحافظه الساميه لتطوير سهوب نشكر السيد المحافظ اللي راهو معانا اللي سهلنا كامل الامور باش نمشيو في هذه الشعبه جعل من حقول التين الشوكي فلاحه متكامله كما تعرفوا باللي التين الشوكي عندنا اون بيريود تاع خدمه ومن بعد الفلاح يقعد ما يخدم والو دونك خممنا باللي لازم ندخلوا دوتر لو فيغي دو بارباري مع اون انتركالير مع كلك كولتور ولا دوتر زاكتيفيتي كومبليمونتير الاخر لهذا لا كولتور باش الفلاح يكون عنده توجور خدمه وان ريفوني طول العام تصنيف انواع التين الشوكي الموجوده في الجزائر لهذا احنا ديجا درنا ان ريسونسمون ودرنا اون كوليكسيون تاع لي فاريتي اللي موجوده في الجزائر او سي دي فاريون اللي موجوده في الجزائر ودرنا دي سيت دو ديمونستراسيون كامل اترافير بريسك 15 ولايه التنسيق بين الجامعات واصحاب الخبرات لتجسيد البحوث العلميه في الميدان مع الوزاره الوصيه دونك وزاره البحث العلمي مع التعهد بعدم تدخل في الشؤون البيداغوجيه لوزاره التعليم البحث العلمي والعالي فهذه زادوها لنا دونك لازم لو تيتر هذا يكون هكذا اسيت صدر اوكازيون نشكر ثاني مسيو مداني خضير اللي سهلنا الامور باش نتعاملوا مع كامل اللابوراتوار تاعهم ونشكر كامل اعضاء المخبر
البحث وتطوير التقنيات الخاصة بغراسة التين الشوكي وتطوير منتوج التين الشوكي. حنا التين الشوكي المعروف مع الأرسيدياس غرسوه كنبتة علفية، دوكا حنا حبينا نطوروه باسكو كاين غراسات فيما يخص غراسة يعني بلونتاسيون فرويتيير، بلونتاسيون ليغوم، بلونتاسيون فوراجير، بلونتاسيون انتنسيف، ايبر انتنسيف. تسهيل وتشجيع عملية تثمين الشوكي، أي واحد يتصل بنا على جال دي كونساي ولا نعاونوهم وحنا رانا معاهم. تنظيم ورشات والمعارض عبر الوطن، في العام هذايا 2016 شاركنا أكثر من 30 معرض. حث وتحفيز السلطات المعنية على جعل الصبار شعبة فلاحية كباقي الشعب. هذه الاخر حث هذه يعني احنا نعاونوا في التنظيم باش السلطات المعنيه كي تشوف الشعبه هذه منظمه بالك ان شاء الله كاش نهار تجي اون ديسيزيون بوليتيك نوليو نحكيو على لا فيليير كارموسيكول الشعبه الفلاحيه للتين الشوكي. العمل على تنظيم ايام دراسيه وتكوينيه لفائده الفلاحين، دونك سي امبورطون لا فورماسيون تاع الفلاحين، لا فورماسيون دي فورماتور pour déterminer l'itinéraire technique de la culture ou pour déterminer العمل. بون اقتراح يوم وطني، حنا كجمعيه وطنيه اقترحنا يوم 25 اوت باش يكون يوم وطني للتين الشوكي. يقعد اقتراح ان شاء الله يفوت في التوصيات الملتقى هذا. جعل هذه الزراعة شعبة فلاحية منظمة تندمج مع كل برنامج التنمية الفلاحية، إنشاء قرى تضامنية أو لي فيل سوليدير، لي فيل سوليدير هذا هو المشروع الحقيقي تاع الجمعية. جو باس. بون لي زاكتيفيتي دو لاسوسياسيون، وشنو هما لي زاكتيفيتي تاعنا؟ باش نحكيو على لي زاكتيفيتي دو لاسوسياسيون، حبيت نحكي لكم دابور على لي فيزيون تاعنا. عندنا كما قلت من قبيل اون فيزيون جلوبال اللي لازم نطوروا الشعبه وننظموها باش تولي شعبه فلاحيه، وكاين اون فيزيون اللي تكون لوكال، ستادير شاك لوكاليتي عندها واسمو خصوصيات نتاعها لازم نحترموها، مع ادخال بيان سور التين الشوكي لازم يكون باردو في لي 48 ولايه. Bon, pour parler aussi des activités, je voulais parler des points forts d'abord d'une filière. Les points forts d'une filière, c'est les ressources phytogénétiques. Comme je l'ai dit avant, nous avons les ressources, nous avons le savoir-faire, nous avons la recherche scientifique, recherche et développement, bon, les universités, le Haut Commissariat, les NRF, l'INRA, pourquoi pas les TCMI, puisque le figuier de Barbarie est considéré aussi comme légume. Donc, les instituts de développement se mettent en synergie. Le savoir-faire local, même si certains gens ont le savoir-faire, ils disent que les gens sont sortis, même les Hindis sont sortis. Et ils disent que les Zaitoun sont sortis, les Malek. Les Zaitoun sont appelés Chajara Olia Européenne, donc ils sont sortis de l'Europe. الجمعية في هذا لو سيركل درنا ان بلان داكسيون بور 2016. البلان داكسيون هذا تاع 2016 وين اون ا روسونسي لي فاريون ولا لي فاريتي، اون ا في ان بتي ريزو دو شيرشور اللي خدموا على الهندي، اي بيان سور اون ا اتيري كلك بروديكتور اي ترانسفورماتور. Bon, les maillons d'une filière agricole, on a les producteurs, donc la plantation, jusqu'à la production. Ensuite, on a les transformateurs, donc dans la production, jusqu'à c'est-à-dire le produit fini. Ensuite, on a le marché. Le مشكل الكبير تاع أي une filière هو تنظيم هذا الثلاثي. أولا المشكل في الجزائر من حيث لي برودكسيون ما يطرحش روحه، علاش؟ باسكو كاين بعض الولايات، يا سيغتان ولايات اللي فاتوا البرودكسيون صدر الاكتفاء الذاتي تاعهم، وزادوا واسمو يمدوا حتى الولايات الاخرين، دونك المنتوج كاين. لي ترانسفورماتور الحمد لله اون ا روسونسي بلوس دو 7 يونيتي دو ترانسفورماسيون في الجزائر، ثلاثه في بجايه، زوج في تيزي وزو.
واحدة في سوق هراس معسكر غيسامون قريب يبدا وان شاء الله تبسا اوسي لامبورتور دو بري جو لو زي انكوراج باش يكملوا في الميدان باسكو سافا فريمون سي ديفلوبي في الايام القادمه. المشكل الكبير هو التسويق باسكو ان برودكتور ولا ان ترانسفورماتور كي كونت يل في اون برودكسيون ما يلقاش كيفاه يسوق يقعد مشكل كبير. الحمد لله ثاني مع لا كوبيراتيف تاع سوق هراس بداو يسوقوا للخارج دونك كاين المسوقين جو سي با اللي كان حاضر معانا بون هذه سيتي لافيش دان سيمينار انترناسيونال que le groupe تاعنا تاع الجمعيه في هذاك الوقت ما عندناش لاغريمون دونك اون اكتيفي كل واحد في لا ستركتور تاعو علاه جي مونسيوني هذا لو سيمينار باسكو سي لو سيمينار كي ا شانجي لي مونتاليتي سي ا باز سي ا بارتير دو سو سيمينار كون ا بو بارلي دو فيغي دو باربري بكل يعني وراسنا مرفوع باسكو قبل كنت كي نهضر على الهندي الناس تضحك عليا و سيتي دي فوغيغ كاين الناس اللي ضحكوا حتى طاحوا من الضحك دونك هذا لو سيمينير لا في بوكو صدر الامباكت تاعو كان كبير. ومن بعد عندنا هذا هو صدر المشروع العام تاع الجمعيه المشروع تاع العام للجمعيه نديرو 4 ولا 5 اون فادير مدن تضامنيه او ديزاغروبول تابعين للهندي والحمد لله ابارتير السيمينار تاع اكتوبر 2015 قبلوا المشروع تاع لاغروبول تاع سوق هراس راهم في اون بلان ايتود باش يلصرا رياليزي ونذكر ثاني من بين لي بوين فور تاع الجمعيه تاعنا ان شاء الله ينضم معنا سيد شيبي جمال اللي هو صاحب مشروع المدينه الايكولوجيه اللي اون فا انتيغري المشروع تاع الجمعيه معاه ان شاء الله دونك سي دي غروند لينز جو فولي با رونتري اون ديتاي بيسك 10 دقائق ما يكفيونيش لازم حياتي كامل باسكو الهندي حياتي دونك لو بروجي عندنا لي بلونطاسيون دونك توسيع المساحات المغروسه هذه توسيع المساحات المغروسة لازم تكون تراعي المناطق اللي رايحين نغرسوا والنوعية اللي حبيناها وتكون ستادر سبيسياليزي ومدروسة لي كرياسيون دو بيبينيير فاريتال ديجا اون كريي لي بيبينيير فاريتال ولا لي سيت دو ديمونستراسيون ديجا اون كريي دي سيت ان بو بارتو وان شاء الله نزيدوا في كل ولايه راح يكون فيها ان سيت دو ديمونستراسيون بروجي دو فالوريزاسيون دي برودوي دو فيغي دو باربري كل بروجي صغير كبير مرحب به ونعاودوا اي واحد اللي عنده فكره ونعاونوه ا مويان تيرم عندنا في المدينه التضامنيه لازم يكون فيها لي بلوك ادمنستراتيف لي زيكول وين يتعلموا فيها الحاجه المهمه في هذا المدينه التضامنيه سي لو مارشي سوليدير وين نجمعوا لي بيتي برودكتور باش يكون عندهم وين يبيعوا وين يحطوا السلعه تاعهم باش ننظموهم حتى هما باش ما تكونش الاسواق موازيه لي زونيتي دو ترانسفورماسيون ومن بعد عندنا واسمو les unités de fabrication d'aliments de bétail ou même حتى les blocs forages, les قوالب العلفية. Et pourquoi pas, on arrivera, inshallah, à des unités de fabrication des biocarburants. وثاني parmi les points forts de la jamaïa, عندنا un membre, c'est un électromécanicien, il nous a promis de développer des petites machines اللي يجيو سهلين باش يخدم فيه الفلاح في دارو الفلاحة العائلية وحتى المرأة الريفية مشروع الجمعية نومم كما قلت يحكم لي حياتي بصح عطوني غير 10 دقائق جماغت لا واللي يسحق لي صدر إضافات وراني هنا ميرسي بور فوتر اتونسيون